اهلا ومرحبا، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. انا نزلت فيديو من حوالي البارحة على اساس انه ما يوجد فورماتنج حق الفلاش ميموري في الاي 5000. عملت طريقة ان هي انك انت كفورماتنج بس هي ديليت. انا اليوم بغير الفيديو اللي نزلته امبارح، بنخليه مسح الفايلات والايقاعات من الفلاش ميموري. طلع في الكيبورد طريقة، اخو عزيز علي اسمه عمران من المتابعين دلاني على الطريقة الصحيحة كيف فعلا موجود فورماتنج حق الفلاش ميموري. كيف الطريقة هاي؟ تروح على منيو رقم 2، تدش على اليوتيلتي، شوفها يوتيلتي، تيجي عند الستورج، تضغط على الستورج. لاحظ يعني هاي الستورج، طلع لك هني شو يوزر ويو اس بي. شوف، تضغط على اليو اس بي، تولع معاك كلمة اني فورماتنج، تضغط على الفورماتنج، تمسح كل شيء اللي في اليو اس بي، تعمل فورماتنج حق اليو اس بي. اللي فوق في اليوزر تمسح اليوزر اللي انت منزلنه في اليوزرات، منزل اصوات في اليوزر، مثلا منزل هني اصوات في اليوزر، ونزل هني مثلا ايقاعات في اليوزر. طبعا هي نفس طريقة المسح اللي هذه، بس انا حبيت اقول لكم انه يوجد فورماتنج حق اليو اس بي. وشكرا.